يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي عم ينتسب إلى جماعة من المعتزلة ويقول بوحدة الوجود، وقد ناصحته وناصحه غيري، فهل أهجره في الله مع استمرار المناصحة له، حيث إني أخاف على أولادي أن يدس أفكاره بينهم، فماذا أفعل معه؟ كونه يقول بوحدة الوجود أشد من كونه يميل إلى المعتزلة أو يقول بقول المعتزلة. المعتزلة أخف من القول بوحدة الوجود، يعني وحدة الوجود كفر صريح، كفر صريح أقبح من كفر فرعون. فما دام أنه كذلك وأنت متحقق أنه يعتنق هذا المذهب فابتعد عنه أنت وأولادك، ابتعد عنه أنت وأولادك. وإذا أثبت عليه أنه يقول هذا الكلام فلا يجوز تركه، لا بد من تطبيق الحكم الشرعي عليه إن كان في بلد يطبق فيها الحكم الشرعي. نعم.